السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين، ورجعت لكم يا رجالة فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. فيديو النهاردة يا رجالة بقى فيديو خلاص ناس كتير قوي منتظراه، هنعمل حبة حاجات كده جديدة هنا مع الحمام، خلاص هنبتدي نسيب الحمام في السلاكة، عملنا الدنيا ظبطنا الدنيا ويلا بينا بقى عشان ما نطولش عليكم كده في البداية، نشوف هنعمل ايه وفي حاجات جديدة حصلت، يلا بينا عشان قلنا لك كتير. يلا ورجعنا لكم تاني يا رجاله، عايزكم بقى ايه تتمزجوا بقى كده، يعني كل واحد بقى ايه ياخد له ركن كده ويعمل له كوبايه شاي او اي حاجه عشان نقعد بقى الفيديو بتاع النهارده، ربنا يسهل ما يطولش مننا وهنبتديها بقى واحده واحده يا رجاله. تعالوا الاول من اول هنا كده يا رجاله، اول اللوفت بتاعنا طبعا انا لسه حاطط لهم كلفه وهم خايفين، عايزهم بس ايه حط لهم بس الكلفه هنا عشان هم لسه خايفين وجعانين. كله مثل اقفل عليهم دلوقتي ما ياكلوا دلوقتي يا رجاله، تمام امك تمام. دي كده اول حاجه خلصنا منها، طبعا انا بقفل هنا الترباس عند الخشب اللي اصلا مشلوعه فهي جت في مكان الترباس مش عارف اقفلها بايد واحده فبقى علينا. دي كده اول حاجه خلصنا من اللوفت، طبعا خلاص يا رجاله قررنا ان اللوفت هنا ان شاء الله هيبقى زاجل، ان شاء الله هيبقى زاجل فباذن الله ربنا يكرم كده وهنجيب فيه طريحه زاجل. طيب تعالوا اول حاجه نبتدي من اول هنا كده قبل ما نسيب الحمام بتاعنا، قبل ما نسيب الحمام بتاعنا طبعا بصوا شايفين البيضه المكسوره دي، شايفين البيضه المكسوره دي، تفكرين من كام فيديو كده فاتوا لما النتايه دي كانت بتجيب حصوايه واحده وحضنا الحصى بتاع الحصوايه بتاعتها تحت القص السود البلدي اللي عندنا وقلنا نعزلها عشان خاطر ايه تجيب الحصوايتين، تمام. طبعا احنا عزلناها وعملنا معاها الشغل، جابت حصوايه اهي، جابت حصوايه اهي من يومين اول امبارح تمام، والنهارده جيت لقيتها جايبه دي وكسرها. انا لسه على فكره راميها، ما كنتش حاطط لها فرش في الطاجن فانا السبب في النقطه دي بصراحه، فما كنتش حاطط لها فرش في الطاجن فالمهم شكلها باضت فاتكسرت، فهي جابت الحصويتين وسبحان الله مالناش رزق برضك فيها غير ان هي تجيب حصوايه واحده. دي كده اول حاجه القص ده، والقص ده من اللي هنسيبه النهارده يا رجاله. في هنا ايه طبعا المساويد احنا ايه عارفين بسم الله ما شاء الله رجاله، دول حصوا دولك حصوا النتاية البيضة الجمعية ديك او النتاية الزجل البيضة ديك ما علينا، والدكر الباكستاني دوك بسم الله ما شاء الله جابوا حصوايا النهاردة اهي، بسم الله ما شاء الله جابوا حصوايا النهاردة تمام فربنا يبارك. ودولك كمان يا رجالة بيجهزوا امك العش لو واخدين بالكم، الدكر نايم اهو بص اهو ما شاء الله الدكر اهو دول بيجهزوا عش تمام، ودولك ربنا يسهل ويحصوا امك كمان ويطلعوا دكر وانتهى يا رب. طيب في بقى حاجة هنعملها كده دلوقتي، احنا عايزين الدكر ده، الدكر ده هنجوزه للنتاية الكرزلية فهنقوم جايبينه كده يا رجالة، هنقوم جايبينه كده اهو الدكر ده اهو، عايزين بقى نشوف له باب فاضي عشان نحط النتاية جنبه عشان طبعا مش هسيبها له ايه ينفخوا في بعض، فعندي هنا بابين، عندي هنا بابين فاضيين، ادي باب تمام طبعا لسه هحط لهم اكلهم وشربهم، ادي باب وهنجيب هنا كده اهوك النتاية دي تعالي نحطها في الباب اللي جنبه، الطريقه بتاعتنا يا رجاله اللي احنا بنجوز بيها على طول تمام، كده الدكر هنا والنتايه هنا عشان يحبوا بعض اهي بس، وان شاء الله هنلاقيهم لبعض. بصوا الدكر زاف ازاي. طيب دي كده اول حاجه معانا في الفيديو بتاعنا النهارده قبل بردك ما ايه قبل ما نسيب الحمام، كده احنا خلصنا من الجزء ده. نيجي هنا كده نطمن على الزغل بتاعتنا زي ما بنقول كده كل يوم بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهوك يا رجاله بسم الله ما شاء الله، عايز بس اشوفه ايه بيتحرك تمام. طب تمام ما شاء الله مش تمام قوي بس يعني ايه شغال تمام. شيماء بردك النهارده هنسيبها يا رجاله، نطمن بردك على الزغلين بتاعهم، مش عارف انت بقيتي عنيفه كده ليه يا شيماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله. مأكلين الاثنين ده مأكلينه اهو بس مش قوي طبعا، ان شاء الله لما يسيبوا هياكلهم حلو، ده مأكلينه طب ما شاء الله اكلوا الاثنين تمام. طيب كده بردك الزغلول دي كده كويس، هنيجي عند الزغلول ده قبل ما نبتدي نسيب الحمام بتاعنا بسم الله ما شاء الله، لزقه قطيفه بردك ما شاء الله مأكلينه حلو اهو يا رجاله، ما تنزلوا انتوا ايه يا جدعان هيهرب تمام، ما شاء الله مأكلينه حلو اهو ربنا يزيد ويبارك يا رب. طبعا انا اول حاجه هسيبها اللي عندهم زغاليل تمام، اول حاجه هسيبهم دولك يا جدعان بسم الله ما شاء الله لسه الزغلول طالع دلوقتي طازه، يعني دولك انا لسه باصص عليه قبل ما اصور كان الحصوايه يعني بص اهي، بص الحصوايه اهي لسه طالع طازه، بصوا حتى لسه طالع بايه بالميه بتاعته سبحانك يا رب يا
يعني بصوا اهو ده يا جدعان منظر الزغلول وهو لسه طالع، لسه طالع بالميه بتاعته تمام. حتى بصوا الحصوايه لسه معلقه ميه اهي، فلسه الزغلول طالع حالا. فنعدله بس كده يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. بس هما بقى ايه يعيشوا. ده طبعا الباكستاني، ربنا يبارك يا رب. دولك كده لسه مطلعين زغلول طازه حالا تمام. وفي هنا 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 مفيش، هنا برضك مفيش. اه في هنا زغلول، في هنا زغلول بسم الله ما شاء الله. برضك الباكستاني ده هنسيب ابوه وامه. طيب بسم الله ما شاء الله. طيب ليه بقى انا هسيب اللي عندهم زغليل او اللي عندهم حصى؟ طبعا هيبقوا هم اكتر حاجه هيدوروا على البيبان بتاعتهم عشان يشوفوا الحصى بتاعهم ومكانهم، وهيبقى الذكر مثلا رائد او النتايه رائده، فهيحفظوا بسرعه عن الحمام اللي هو لسه ما حصاش. طيب هنعمل ايه بقى احنا ايه دلوقتي يا رجاله؟ هنسيب ان شاء الله. تعالوا بقى هنسيب دول، هنسيب السود كشك دول تمام، ده الباب بتاعهم هنسيبهم. وهنسيب هنا كده دول مش هسيب فيهم حاجه دلوقتي خالص. وهنسيب الاستراليات دول، هنسيب الاستراليات دول. وهنسيب شيماء وجوزها، هنسيب شيماء وجوزها. وهنسيب اللهم صل على النبي، هنسيب دول برضو. هنسيب اللهم صل على النبي الزهر عطيفه. انا ايه نسيتكم ولا ايه؟ الزهر عطيفه طبعا دولك لسه مطلعين زغلول مش هسيبهم. دولك ما شاء الله بيجهزوا العيش تاني هو كرجاله. وهنسيب الباكستانيات دول، وهنسيب الباكستانيات دول تمام. كده احنا سايبنا كام قصه؟ دي قص 2 3 4 5. طيب في ايه تاني ممكن نسيبه؟ طبعا احنا هنحفظ الحمام كله يا رجاله، بس انا ايه بحاول احفظ اللي عندهم زغاليل، بحاول احفظ اللي عندهم زغاليل تمام. طبعا انا خلاص امنت السقف وحطيت خشب فوق، يعني بصوا ده نازل اهو، بس بصوا حطيت خشب فوق تمام. فكده بقت امان الدنيا. والدكر بتاع شيماء اهو نزل، ابو السباع تمام اهو، الحمام كده كله نزل. عايزين بقى ايه نراقبهم كده مع بعضينا، نراقبهم مع بعضينا نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا القص الاستراليات نزلوا. طبعا ان شاء الله يا رجاله الحمام ده الاصوص بالذات لما تحفظ خلاص مكانها وتنزل وتطلع وبقت امان الدنيا خالص، طبعا انا هسيبهم سايبين، فهم بعد كده هكلفهم في الارض. ادي الباكستاني نزل اهو، عايزين نعرف بس هيحفظوا ولا مش هيحفظوا، يعني هيحفظوا ببنهم ولا مش هيحفظوها تمام. وممكن في حاجة كمان نسيبها، بس لا عشان تحتيهم حصويتين اللي هم الاستراليات الحمري. فهي كل يا جدعان زايف على كله. طبعا الاسود طلع، النتاية تلاقيها رقدة كده على الحصى، رقدة على الحصوية. لا هي قامت، ما علينا. في ايه تاني ممكن نسيبه هنا؟ القص دولك طبعا عايزين نسيبه، القص دولك عايزين نسيبه. ممكن نسيب بس ايه، لا خلي دولك لوحديهم ودولك لوحديهم تمام. بس انا عايز بقى ايه اقعد كده يا رجالة ونشوف ونشوف هل هيخشوا ببانهم مش هيخشوا ببانهم، هيحفظوا مش هيحفظوا. ادينا ايه مراقبينهم تمام يا رجاله. وطبعا بصوا الحمام كله في الببان، سامعين سامعين؟ بصوا الحمام كله زاف، الحمام كله زاف عايز يطلع طبعا. فان شاء الله بس ايه هنحفظ مجموعه مجموعه، هنحفظ مجموعه مجموعه. طبعا ابو السباع والدكر الاسود كشك ده كله ايه عايز يسيطر، كله عايز يسيطر ما شاء الله. طيب يا رجاله بص الدكر طالع زايف على النتايه ازاي؟ انت عندك زغلول يا جدع. بص ده دخل على اللي عندهم زغليل. بص النتايه النتايه قرشته. مصلحه مصلحه، هنشوف هيعمل ايه تاني. هو بيدور على الباب بتاعه ولا ايه؟ هيحصل بينهم خناقه. اه حنينه النتايه دي، حنينه ما شاء الله تمام. فهم كده المجموعة دي. اهو دخل باب تاني. ايه ده؟ ده شيماء، ده شيماء جوه. انت ما لقيتش غير شيماء وتروح لها. ما لقاش غير شيماء يا رجالة. طبعا هو الحمام في البداية، الحمام في البداية بيبقى لسه مش عارف، بيبقى لسه مش عارف يعني ايه لغاية فترة بس كده. كده كل واحد بيهدى. تعالى بس انت كده هدخله بابه عشان هو بيدور عن الباب بتاعه. بس اللي يعمل كده دخله الباب بتاعه يا رجاله، هو هينزل تاني بعد كده هيحفظ النازله والطالعه تمام. هو خلي بالكم ممكن ما يحفظوش من اول مره، بس ايه لما يغلط في الباب بتاعه ودخله الباب بتاعه هيعرف. ابصوا هو ماله داخل الجزء ده ليه؟ ده ابن الجزمه ده، خد يا خد بابك اهو، بابك اهو، بابك اهو.
ما الحمام كله قاعد في الارض اهو ساكت، اشمعنى انت؟ تمام. والباكستاني ده طلع، والباكستاني النتايه بتاعته طلعت تمام. هو ده بعد كده هيحفظ بابه، ده بعد كده هيحفظ بابه خلاص، هيبقى واقف فيه 24 ساعه بس كده يا رجاله. بص عايز يسيطر الدكوره لما بتعمل كده وبتخش البيبان، بتبقى عايزه تسيطر، بتبقى عايزه تسيطر. فانا بقى هشتغل معاهم ازاي؟ كل مثلا 10 دقايق ولا حاجه هقوم مدخلهم البيبان بتاعتهم تاني هينزلوا، هقوم مدخلهم البيبان بتاعتهم تاني هينزلوا. فدي طريقه من الطرق اللي انت ممكن تحفظ فيها البيبان للحمام. وفي طريقه تانية يا رجاله ان انت ممكن تعمل ايه، ان انت بتفتح مثلا مسافة ان الدكر يطلع راسه يحفظ الدخلة بتاعته وتسيبه هو لوحده، القص تسيبه لوحده وتقعد تجري وراه في السلاكة لغاية ما يخش الباب بتاعه، حوار كبير. فانا الطريقة دي بصراحة سهلة وحلوة وجميلة. بس كده يا رجالة، وده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، فيديو بسيط شفنا ايه الجديد اللي حصل. وبإذن الله بالطريقة دي هشتغل مع الحمام كله بإذن الله، هنحفظه عشان بعد كده بإذن الله هنسيب الحمام كله في السلاكة هنا، نيجي نخش بعد كده نلاقي حمام سايب هنا عندنا. طبعا الحاجات دي كلها حطيتها عشان المية، كل ده حطه عشان المية والنطر لغاية ما نجيب البانر، بعد كده هنشيل ده كله. وبس ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.